أسعد الله مساءكم بكل خير، أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من والله أعلم. توقفنا اليومين الماضيين نظرا لتغطية المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، واليوم نعود مع فضيلة الدكتور ومع حضراتكم لكي نفتح لكم الباب واسع من أجل طرح كل الأسئلة التي تود أن تطرحوها على فضيلة الدكتور. يمكنكم كما تعلمون التواصل معنا عن طريق أرقام الهاتف أو عن طريق الاس ام اس، وكذلك على صفحة والله أعلم على الفيسبوك. برحب بحضراتكم، برحب بفضيلة الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بفضلك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. نبدأ مع اتصالات مشاهدينا الكرام اللي معانا الحقيقة من قبل الحلقة ما تبدأ. الأستاذة هبة، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت والله كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ علي جمعة سؤال كده. لو سمحت، أنا مطلقة وعندي بنتين، واحدة متجوزة وواحدة لسه طالبة في الجامعة، وأنا موظفة في جهاز حكومي، وكان عندي مبلغ في البنك وشقة تمليك، فهل يجوز إن أنا أوزع الحاجات دي على البنتين وأنا عايشة، ولا ده هيبقى حرام شرعا إن أنا كده بحرم وارث من ورثه؟ متشكرة جدا. تحت أمرك يا فندم، شكرا جزيلا. أستاذ حسن اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام دكتور حسن، أهلا بحضرتك. سيدنا الأستاذ الفاضل الجليل الولي العظيم فضيلة الدكتور علي جمعة. أهلا وسهلا دكتور حسن. الله يبارك فيك، الإعلام المحترم جدا. الله يحفظ حضرتك. العفو دكتور. ده من ذوق حضرتك. المحترم جدا. ده من ذوق حضرك. العفو. ودايما يا أستاذ عمرو بيه، يعني من جاوي السعيد يسعد. طبعا أنا دايما بقول لمولانا بناخد من نور فضيلتك يعني. أنت بتزداد شرفا وعلو قدر وجودك مع الدكتور علي. حقيقي والله الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب. الحمد لله، ربنا يخليك. أنا يعني ليا سؤال عن البورصة. أيوه. هل كل التعاملات في البورصة يا سيدي الشيخ حلال كلها؟ وما هي حدود التعامل في البورصة؟ لأن قلت السؤال ده من بعض أقاربنا، والحقيقة أنا ما أعرفش في البورصة حاجة ولا ليا علاقات بالبورصة، بس حبيت أستفهم من حضرتك. حاضر يا فندم. الحاجة الثانية اللي أرجو من فضيلة مولانا يعني يتحفنا بها، واحنا داخلين على مولد النور، مولد الأخوة والبشائر، بورصة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يكلمنا عن الحب. الحب، يا سلام. مولانا كان وعدنا بحلقة كده بالظبط. يا ريت والله. يا ريت والله. حاضر. أكرمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا فندم. طيب مولانا، بالنسبة للأستاذة هبة بقى اللي عندها بنتين وعندها مبالغ من المال أو عقار أو ما إلى ذلك، هل تدي للبنتين في حياتها وتحرم بتقول وارث أو حاجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الإنسان يمتلك ماله في حياته، وماله لا يسمى تركة، ومن حوله ممن لهم حق الميراث إذا توفي الآن ليسوا ورثة فعليين، وإن كانوا لو حدثت المسألة مثل هذا لورثوا، ولكن من الذي قال لها أنهم يرثونها؟ من الذي قال إن أخويا ده هيورثني؟ ما هو ممكن يموت قبلي. ثم إن مالي الذي بين يدي ليس تركة، هو يسمى تركة إذا مت، فإذا أول ما مت ملكي يسمى تركة، والله سبحانه وتعالى جعل أنه لا سائبة في الإسلام. يعني إيه لا سائبة في الإسلام؟ يعني مفيش حاجة إلا ليها مالك. طيب انقطع ملكي عن هذه الملكيات، من الذي يملكها؟ فجاء نظام الميراث حتى يخبرنا بنظام دقيق وشامل ومعقد، لأنه ما تعقيده؟ تعقيده أنه مركب من الحقوق والواجبات، كما أنه في توزيع فإنه في نفس الوقت في حقوق وواجبات شرعها الشرع من أجل أوضاع معينة. طيب يبقى إذن الست هبة هذا ليس تركة أصلا، علشان تسأل السؤال، فيجوز لها أن تتصرف فيه كيفما شاءت. عندها مبلغ وعندها شقة، وراحت باعتهم وتبرعت بيهم لله وقالت تركت ربي لبناتي، يجوز. راحت خلتهم بالنص للبنت دي والبنت دي، يجوز. عطت البنت دي، بنت اتجوزت وبنت ما اتجوزتش،
فراحت عاطية البنت اللي اتجوزت قليل والبنت اللي ما اتجوزتش كتير. يجوز البنت اللي اتعلمت وخلصت علامها عطتها اقل من البنت اللي لسه ما اتعلمتش. يجوز. طب ويجوز ليه؟ لانه تصرف في ملكها. امال ايه اللي احنا بنحذر منه؟ اللي بنحذر منه انها ما تعملش حاجه من غير حكمه، من غير سبب، ما تعملش حاجه توغر الصدور. طيب بين الاولاد، ولذلك لما جه وقال له يا رسول الله اشهد لي ان انا كتبت الحكايه دي لابني، قال له اكتبت لكل ابنائك؟ يعني عطيت لاولادك كده كلهم علشان ما يزعلوش من بعض؟ صحيح. قال لا، الراجل ده كان متجوز اتنين وده ابن الجديده عايزه تغيظ القديمه. فالنبي فهمها فقال اشهد عليه غيري. شوف ازاي. ويقول الامام الشافعي لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشهد عليه غيري على حرام، اشهد عليه غيري اني لا اشهد على ظلم. ايه الظلم؟ الاختصاص، انه عطاه لولد واحد انه عايز يغيظ بيه الست التانية. مظبوط. واخد بالك؟ اللي هو اولادها مش هياخدوه. طب افرض قال له ايوه يا رسول الله كتبت ده ولده ولده، ما كانش كان النبي شاهد عليه؟ يعني هنا النية بتفرق يا مولانا. طبعا. ما احنا بقى اللي احنا بنقوله كده، ايه اللي احنا بنقوله؟ تحرير النية لقول النبي انما الاعمال بالنيات صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. فانا دلوقتي عندي نية، ما يبقاش نيتي ان انا احرم اخواتي. انا مالي انا باخواتي؟ هو انا عارف اخواتي دول هيورثوني ولا لا؟ تمام. انما ابقى عامل نيتي ان انا عايز استر بناتي. استر بناتي. ان تمام. انا اتركهم صحيح لا يتكففون الناس. صحيح. واتركهم من غير مشاكل ومن غير تداخلات مع سوء الأخلاق والشقاق والنفاق يؤدي إلى أذيتهم. فأنا عايز أحميهم من الأذية. أدي النية، إن أنا بحميهم، إن أنا بنفعهم، مش إن أنا بضر غيري. أنا مش دعوة بغيري خالص نهائي في النية. طب افرض إن أنا قلت لا ده أنا متغاظ من إخواتي دول، يبقى حرام بقى. إيه اللي حرام؟ مش التصرف، الظلم بقى هنا، ده النية. النية، النية بس هي اللي حرام. هي اللي حرام، إنما التوزيع حلال. وتتصور بقى انه هيجوا لي بعد كده يقول نرد، نقول لهم لا ما تردوش. ليه؟ لانه صحيح. امال الغلطه اللي هو وقع فيها ايه؟ نيته الهباب السوء اللي احنا تملي بنوعظ فيها، بنقول له اوعى النيه دي، مش اوعى التصرف ده. فاذا التصرف صحيح لانه مؤسس على فهم عميق جدا، وهو ان مالي في حياتي إنما هو ملك لي ولا يسمى تركة ولا يسمى ميراثا إلا بعد ما أموت. الدكتور حسن بنقول له كل سنة وانت طيب لمقدم مولد الأنوار صلى الله عليه وآله وسلم. وبنقول إن البورصة، البورصة دي الفكرة بتاعتها أنها تريد أن تسحب المال من المجتمع، المال الراكد، حتى تدفعه إلى الأعمال. إيه الأعمال؟ الصناعة، الزراعة، التجارة، الخدمات. ولذلك في شركات بتروح تسجل أسهمها في البورصة وبتقول يا جماعة أنا عايزة حد يمولني، حد يديني فلوس، حد يخلي إنشاء الشركة. ده أصل فكر البورصة كده. يبقى البورصة بتعمل ايه؟ بتسحب المال من المجتمع. انهي مال؟ المال اللي مدخر تحت السرير، تحت البلاطة، المال اللي مدخر في الدولاب بتسحبه، لان الكنز ده بيؤدي الى خلل كبير في المجتمع. ولذلك المجتمع بيعمل مؤسسات تجذب هذا المال ثم تدفعه مرة أخرى للتعامل حتى تدور عجلة التجارة والصناعة والزراعة والخدمات. ده الأساس بتاعها. المنتجات بقى بتاعتها، منتجاتها كتير. كم مثلا سوق المال ده؟ في كم عقد؟ في 64 عقد. ياه، العقود دي كلها حلال؟ لا، مش حلال. يا إما لأنها تشتمل على غرر، يا إما لأنها تشتمل على إذعان. إذعان يعني اللي هو شرط الأسد، يعني ظلم، يعني عقد مختل الطرفين، يعني طرفك هو الضعيف والطرف الثاني واخد كل حاجة.
وده الإذعان، يا إما إنها بتشتمل على مقامرة، ودي يسموها في الإنجليزي speculation. الاسبيكيوليشن دي حرام، وعلى فكرة الاسبيكيوليشن دي محرمة حتى في القانون، لكن إثباتها صعب. هل أنت عملت الاسبيكيوليشن ده ولا ما عملتوش؟ عبال ما اثبتها عليك يكون في تحقيقات بقى وحاجات وكذا. طب أنا نيتي الاسبيكيوليشن يبقى غلط، لأنها دي مش هي دي غرض البورصة. يعني إيه اسبيكيوليشن؟ يعني إيه؟ هم يسموها بالعربي مضاربة، لكن طبعا دي كلمة غلط، هي مقامرة. يعني لما أنا أحب أترجم الاسبيكيوليشن ما ترجمهاش على المضاربة الشرعية السليمة، إن أنا بدي لك فلوس تشتغل بيها وبعدين تجيب مال، ده سليم 100%، واخد بال؟ الشركة دي اللي احنا بنقول عليها المضاربة. لكن دكهة الاسبيكيوليشن دي معناها مقامرة. مقامرة ازاي بقى؟ أنا راجل مليء ومعايا فلوس كتيرة وما اروح البورصة العب بيها. ازاي؟ اشتري سهم معين لشركة معينة، فالناس وهي بتشوف على المينيتور، يعني الشاشة بتاع بدأت الأسهم بتاع تلاقي الله تخضر، دي الله ده ده انا اروح الحق واشتري السهم ده اساسا هو بعشرين جنيه، رحت انا مشتريه لغاية ما وصلت لتلاتين جنيه، واشتري كمان شوية كمان لغاية ما وصلوا لاربعين جنيه. فحضرتك يا عيني اللي هو اصحاب رؤوس المال الصغيرين يفتكروا انهم هيكسبوا، يشتروا النهاردة باربعين ويبقوا بكرة بخمسة واربعين وربنا يرزقنا بالخمسة، فيروحوا يشتروا 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 فيزداد الى انه يصل الى خمسين. انا بطلت الشير على فكرة اللي هو بيلعب، اول ما يوصل لخمسين اجي بايع كل الاسهم، فالناس تجري الله ده في اسهم اهي لسه، وتيجي بشارية شارية شارية شارية. يبقى انا استفدت الفرق ما بين عشرين وما بين خمسين، يعني انا الفلوس بتاعتي بدل ما كانت عشرين مليون جنيه بقت خمسين مليون جنيه في تاني يوم تالت يوم رابع يوم. فجأة الناس تكتشف ان السهم ده ما يسويش الا عشرين فعلا، فيتهبد. فتشوف في الافلام بتاع زمان ان هو بيقول له السهم نزل من خمسين لعشرين فايه يتشل قلبي ويتشل. ليه؟ خسر امواله. مين اللي خسره؟ اللي بيلعب اسبيكيوليشن، اللي اشترى المقامر، المقامر اللي ارغم السوق على ارتفاع صوري، ارتفاع في الصورة بس لغاية ما ده زاد وراح هابت به الارض. اللي حصل ايه؟ ان اخينا ده ازداد غنى واخينا ده ازداد فقرا، واخد بالك؟ بيقول لك ده انا كسبت مكاسب من البورصه دي، قلت له بعدين وخسرتها تاني يوم. ده محرم في القانون ان هو يختلق هذه الصوره. لو انه كشفوه ان هو اختلقها يجازوه ويبطلوه ويدخلوه السجن. بيسموه في البيزنس يا مولانا هوت ماني، فما بيتاخدش بقى ان هو مقامرة او كده، يعني فلوس تدخل تعمل شغل وتخرج بسرعة، بيسموه الهوت ماني، فده برضو حرام. ما هو يخلي بالك جزئيتها هي اللي حرام. ما هي الحكاية؟ ان انا بشتري سهم الشركة وسهم واقع علشان مش علشان اخرب بيت الاخرين، علشان اساهم في هذه المدة. يا ما ناس لما اشتروا اسهم الحديد والصلب واسهم النسيج واسهم كذا وكذا وكذا، كلوا منها عيش وربوا بيها اولادهم. من ايه؟ من الربح بتاع الشركة الفلانية دي. لكن انا دخلت العب قمار على ذات نفس السهم، صح؟ وحينئذ انا هخرب البيت واكب الزيت. فبنقول له ده حرام، يقول لي طب ما كل الناس بتعمل كده. ان شاء الله كل الناس عملت الحرام هيفضل حرام، ولو الخنزير سموه خروف برضه هيفضل حرام، هيفضل حرام وهكذا. فالقضية يا اخوانا هي اغراق المجتمع في هو ربنا يريد مننا ايه؟ يريد مننا احنا ما نغرقش المجتمع في دوامة لا يخرج منها،
ولذلك لما يجي بعض البنوك ويدي للناس 10,000 جنيه وياخده منه 36 جنيه بنقول له ده حرام، يقول ما انت بتحلل البنوك. قلت له البنوك اللي بتستثمر مش البنوك اللي بتغرق الناس في المديونية. ولذلك يجب علينا أن نفهم المفاهيم العميقة ونتجاوز الألفاظ التي تضلل في كثير من الأحيان القضية. ده لما أديله هذا القرض الاستهلاكي أخليه ياخد 10,000 يفسح بيها روحه ويروح الساحل الشمالي والجنوبي ويأكل كباب وكفتة وتفاح، وبعدين في النهاية يبقى عليه 36، وعشان يسدد 36 يستلف 46 يسدد بها 36 فيبقى عليه 72، وعلشان يسدد ال 72 وقاعدة البالونة بتتنفخ كل شوية لغاية ما تطرقع في وش المجتمع كله، يبقى ده ما يرضيش ربنا. صحيح واخد بالك ازاي؟ بزبط. وعلى فكرة مفيش من القوانين ما يحمي من هذه القضية. ليه؟ لأنها الجزئية بتاعتها قد تكون سليمة، قد تكون سليمة. عاملة زي ايه؟ زي حكاية حرق البضاعة. انزل انا شارع عبد العزيز، مشهور شارع عبد العزيز بايه؟ الاجهزه الكهربائيه وكذا الى اخره، واشتري بمليون جنيه واجي بايعهم للراجل اللي جنبينا ولا لنفس ذات الدكان بعد ما سجل عليه مليون ابيعهم ب500. الله، ده انت شاريهم تو بمليون، يبقى لازم تبيعهم بمليون و200. لا، يبيعهم ب500 عشان مزنوق في الفلوس. عمل كده مره، حلال ولا حرام؟ هي الجزئية حلال، واخد بالك؟ طب راح علشان بقى يسدد المليون عملها في 2 مليون، وباع بالمليون علشان يسدد المليون. ابتدينا ننفخ البالونة اللي هتطرقع في وشنا جميعا، الإغراق ده، فأصبحت حرام. لكن جزئيتها قد تكون حلال. حلال في البداية. الله، واحد اشترى بضاعة وعايز يبيعها، عايز يتخلص منها، هيعمل بيها ايه؟ صحيح. يجوز ليه ان هو يبيع مع الخسارة؟ هل ده يجوز في الوحدة؟ يجوز في الوحدة، لكن لما يبقى اسلوب حياة صحيح هتنتفخ البالونة وتغرق المجتمع. هو في حاجز كده ان هي لوحدها تبقى حلال ولكن مع منهج الحياة تبقى حرام. ادي لك مثال علشان نفهمه. الاذان، انا رحت صليت الظهر من غير اذان ما جراش حاجه، ما هو الجامع اللي جنبنا هنا اذن واللي هنا اذن واللي هنا اذن، لكن لو كلنا تركنا الاذان حرام. طب الاذان ده فرض بقى ولا سنه؟ سنه باعتبار الجزئيه. سنه يعني ايه؟ يجوز تركه من غير اسم والصلاه صحيحه وزي الفل و100%. طب وما ليه اللي حرام؟ انه كلنا نتواطأ على عدم الاذان، يبقى هو ده اللي حرام، هو ده على عدم الاذان. انا دلوقتي راجل وشاب وفي امانة الله ومش عايز اتجوز، انت حر، الزواج وسنته المستحبات اللي قادر عليه. طب كلنا مش هنتجوز، يبقى حرام. يبقى حرام صح. ليه؟ ده في اهلاك للبشرية. يعني ايه كلكم مش هتتجوزوا؟ كلنا همش هنتجوز، يتحول الحلال الى حرام. نعم. فدي نقاط هامه جدا. نعم. اللي هي ما يكون على فبعض الاخوه اخواننا يفتي، طب وفي دي في ايه؟ ده حرام، مش دي حلال؟ ودي حلال، ومجموعهم يبقى حلال؟ لا، مش ضروري، ده ممكن دي تبقى حلال. العمليه دي حلال والعمليه دي حلال والعمليه دي حلال ومجموعهم يبقى حرام. ليه؟ الغايه، المآل. فلازم أثناء الفتوى إنك تراعي المقاصد الشرعية والمصالح المرعية والمآلات المعتبرة. حكاية معقدة شوية عن إنك تعمم الحكم من غير وعي للقضية. فإذا الحكاية فيها هذا التفصيل. فأنا بقول للدكتور حسن، البورصة في حد ذاتها مفهوم البورصة وحلال، وهو جذب المدخرات من المجتمع ثم إلقائها ورميها في الأنشطة المختلفة من الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات من أجل أن تلف دورة الإنتاج، ومن أجل أمرين،
سرعة دوران الإنتاج بدل ما ننتج مرة في السنة ننتج مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة، واتساع الإنتاج بدل ما ننتج في 10 مصانع ننتج في 20. الاثنين دول هم غرض التمويل. إذا حصل هذا يبقى كويس قوي، يبقى هو ده المبتغى من هذا. لكن للأسف حولنا البتاع دي إلى ترابيز القمار. ما ينفعناش الكلام ده. صحيح. وعلى فكرة مش هيفيد المجتمع إن احنا نحول البورصة إلى ترابيزة قمار كما هو يريد بعض الناس اللي بتحب الربح العاجل، وبدل 20 يبقى 50. نعم، أشكرك يا مولانا، بارك الله فيكم. طيب الأستاذة منى اتفضلي يا فندم. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، تحية طيبة لحضراتكم. أهلا بك. وعايزة أسأل الدكتور علي جمعة سؤال واحد. اتفضلي يا فندم. أنا كنت في الحج في سنة 2002، وطبعا احنا بنعمل عمرة قبل الحج مباشرة، بس كان فاضل يجي 3 أو 4 أيام على ان احنا نطلع عرفات يعني. كويس. انا ليا اقارب في جدة، فروحنا جدة، فانا طبعا انا ما كنتش محجبة، فقلعت في وسط الناس اللي هناك يعني، وما اعرفش بقى هل ده يلغي الحجة او ما يلغيهاش، او ليا دم، او يعني مش عارفة يعني. بالظبط، انا بفكر فيك من زمان بس. كويس. يعني حضرتك قلعتي الحجاب قبل ما تبداي مناسك الحج؟ لا، انا كنت محرمه وعملت العمره ونزلت قبل الحج بثلاث ايام على جده. تمام، ماشي، تمام، حاضر يا فندم، تحت امرك. استاذ ممدوح اتفضل يا فندم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ربنا يزيدك. والله احنا من احسن، احنا بنحبك جدا وبنقول ان حضرتك من احسن الناس. انا طالب من حضرتك بس دعوتين وطلب. الدعوة الأولى، أمي بتحبك جدا وبتتمنى منك دعوة تدعي لها ربنا يديها الصحة ويكرمها. الحاجة الثانية، هو في موضوع جواز وربنا يسهله يا رب، بس هو القلوب مش ربنا مش مسهلها. دعوة من عند حضرتك ربنا يسهلها، ولو سهلها أتمنى تبقى حضرتك اللي بتكتب الكتاب، يبقى ربنا يخليك لينا يا رب. حاضر يا أستاذ ممدوح. حاضر. الأستاذة خيرية اتفضلي يا فندم. أيوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا كان جوزي مدي شقه لوالدته والاخته، وكاتب لهم عقد يدخلوا عدد يعني ويعيشوا فيها لحد الوفاه. تمام. جت والدته توفت وبعدين اخته توفت، فابن اخته دلوقتي يعني هو عايش بره ومتجوز، فبيقول ان امي طلبت وصيه ان الشقه تفضل باسمها، تفضل تتفتح باسمها يعني وما تتفلش، واحنا اصحاب العقار عاوزين نسترد الشقه دي، من حقنا ولا وصية أم اللي هتكون هم مستأجرين؟ هم مستأجرين؟ هو ادها لهم وكتب لهم عقد انهم يعيشوا فيها لحد الوفاة. حاضر يا فندم، اشكر. سؤال تاني برضه. اتفضلي يا فندم. يعني اخو جوزي كان واخد اخواته ودفنهم عنده، وهو توفى بعديهم بحوالي سنة يعني او شهور كده. فجه ابنه، رحنا ندفن واحدة بعديهم، لقيناه شال العظم وحطه في ايه؟ في العظامة، شال جسمهم وحطه في العظامة. اللي كانوا مدفونين. اللي كانوا مدفونين، وكانت آخر واحدة فيهم بقالها 8 شهور. يعني احنا دلوقتي الدفن ده صح؟ وهل ننقلهم تاني ولا نخليهم؟ حاضر. بس يا فندم. حاضر، تحت أمرك يا فندم. طيب، أستأذن مولانا وأستأذن حضراتكم، تكون الإجابات إن شاء الله بعد الفاصل، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره اخرى. فضيله الامام، الحاجه منى قلعت الحجاب ما بين العمره وما بين مناسك الحج وكانت في جده، هل عليها اي هل اثرت باي شكل على الحج ولا لا؟ هي القضيه انه ما في العبادات ما هياش واقفه كده بعضها فوق بعض يعني. يعني دلوقتي المعصيه معصيه والطاعه طاعه، فانا وانا صايم ارتكبت معصيه، ده مش معناه ان الصيام باطل،
الصيام صحيح في أمانة الله وكل حاجة، بس فاتني أثر الصيام ولذته في القلب. الحج صحيح وكل حاجة حتى وهي ارتكبت هذا الخطأ، لكن الحج صحيح ما فيش فيه أي شيء، ولكن فاتها الأثر القوي بتاع الحج، وأنا بصلي سرحان، ليس لي من صلاتي ثوابا إلا ما عقلت، لكن صلاة صحيحة وأنا ما افتكرتش منها حاجة. يا عيني مهموم وسرحان وقاعد أفكر في الدنيا ومشاكلها وما افتكرتش ولا كلمة، أديني قرت للفاتحة وأنا مش واخد بالي. وأنا الصلاة صحيحة لأن أنا توضيت، لأن أنا استقبلت القبلة، لأن أنا كبرت، لأن أنا أتيت بالأركان، أتيت بالشهود، كل الحمد لله كل حاجة كويسة، ولكن فين أثر الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. فإذا الصلاة فيها صلاة كاملة، والحج فيه حج كامل، والصيام له صيام كامل، وفي أيضا ثوابه ينقص، واخد بالك؟ فالقضية دي حسب القلوب الضارعة، وهي الآن قلقت من هذا الخطأ إنها عملته وكذا إلى آخره، فإحنا بنقول لها حجك صحيح، يبقى إذن دي تعرف ان الحج صحيح، وان المعصيه ملهاش اثر في صحه وعدم صحه، لكن ليها اثر في ان هي حرمت نفسها من اثر هذه العباده في قلبها. الاستاذ ممدوح عايز دعوتين، دعوه لامه بالصحه، فان شاء الله ربنا يهبها الصحه والعافيه والعمل الصالح وبتسهيل امر الزواج. والطلب بتاعه انه يعني لو تم تسهيل امر الزواج ان نتشرف بعقد هذا الزواج. قول يا رب ان شاء الله. قول يا رب ان شاء الله. ست خيريه، ست خيريه بتسال سؤال، وهو ان رجل عقد عقدا لاخر ايجار وجعل مدته الوفاه، يعني قال له انت هتسكن الشقه دي مدى حياتك، لأخته أو كذا اللي هي قالت عليه، بعدين مات الشخص بس وصى إنه تسيبه الشقة، ما ينفعش ده العقد انتهى. فبتقول إحنا ملاك البيت عايزين الشقة نتصرف فيها، تصرفوا فيها، ده العقد انتهى. والمسلمون عند شروطه، فهو شرط إن هذه الشيء إنما هو مدى الحياة فيكون مدى الحياة. نعم نعم، مدى حياته هو. مسألة ان هو ينفذوا الوصية ولا يعملوا الشرع، فهنا ما فيش بقى وصية، ما فيش اصلا، ده هو ما فيش عقد بالظبط، الذكاء لانه حددوا بحد لا. وبعدين انتهى. وبعدين هو دفن في مقبرته ناس اقرباء لي، وبعدين لما جم يدفنوه لقوا انه في حد ولا معرفش ابنه او شيء من هذا القبيل زحزح الحاجات دي. بس 8 شهور ده ما يبقاش عظم، يعني هو اصلا يعني الحركه اللي بتتعمل دي اقلها في الرطوبه وكده بتبقى 4 سنين، لكن لما نفتح على ناس ده يمكن ماتوا من 20 و30 سنه بنلاقيهم زي ما هم. فيبقى اذا الشيء ده فتحه وكذا ده غلط. طيب نعمل ايه؟ نرجعهم تاني مكانهم؟ لا خلاص الغلطة حصلت، سيبوا بقى الناس في حالها، علشان احنا مش عايزين نتجرأ على المحرم ده. واخد بال سيادتك ازاي؟ احنا بنفتح بالعافية للضرورة علشان ندفن الشخص بتاعنا اللي مات. عاملة زي ايه؟ عاملة زي الكعبة. الكعبة كان حجر اسماعيل داخل فيها، والباب عايز النبي يخليه تحت ويخلي باب تاني قصاده ويخلي الناس تدخل الكعبة وتطلع. فجه أبو جعفر المنصور وقال لمالك ما إيه رأيك ما نعمل كده؟ قال له بالله عليك لا تجعله ملعبة للملوك. الملك بيبقى ليه سلطان على الأماكن المقدسة، لا خلوا فيه مهابة لهذا، وانه ما نقدرش نقرب عليه، افضل من انك انت تعمل قواعد ابراهيم الاصلية. ولذلك احنا المحرم المقدس ده بلاش نقرب ليه. انا اشوف ايه بربط لك
حكاية العظمة دي بالكعبة المشرفة. طبعا. نعم. بارك الله فيكم مولانا. الأستاذ أمير اتفضل يا فندم. السلام عليكم فندم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ممكن أسأل الدكتور؟ اتفضل يا فندم. فضيلة الشيخ، أنا أخويا توفى من شهر ونص تقريبا، هو كان شاب 28 سنة وما كانش متزوج، فكان بقال الله من المال، فأنا كنت عايز أسأل حضرتك هل يصح إن أنا أحط المبلغ ده في بنك وبالتالي الفايدة الشهرية بتاعته أطلعها في كفالة أيتام، ولا والده ووالدته يطلعوا عمرة أو بناء مساجد؟ فأنا كنت عايز أعرف من حضرتك أفضل صدقة جارية ممكن تفيده. وسؤال تاني معلش سريعا، هل البكاء عليه أو بالأخص والدته، طبعا اللي بيبقى مصطحب ببعض الكلام اللي بنرجع نقول استغفر الله العظيم رب عليه، هل ده ممكن يعتبر اعتراض على إرادة ربنا؟ شكرا يا فندم. أشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. الأستاذ رضا. أنا أستاذ رضا. أستاذ رضا أنا آسف. مساء الخير يا فندم. اتفضلي هانم، أهلا وسهلا بحضرتك. عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. اتفضلي. أول سؤال، لما بنصلي طبعا أنا طول النهار بكون بره في الشغل، ما عنديش دايما وقت للصلاة أو مكان في المكان اللي أنا بشتغل فيه إني أصلي. أيوه. غير متوفر حاليا. فبحاول إن أنا إيه أصلي في البيت طبعا الصبح، وبضطر إن أنا أصلي آخر النهار في المغرب تقريبا، المغرب بس بيكون حاضر، وبقية الصلوات بتاعتي بتبقى الظهر والعصر. أه تقريبا. هل أنا لما أجي أصلي الظهر والعصر أختم كل صلاة بالتسبيح والدعاء لكل ظهر وعصر ومغرب، ولا اصليهم كلهم ورا بعض ظهر وعصر ومغرب وبعدين اختم بالتسبيح؟ ده السؤال الاولين. السؤال الثاني، كان في دعاء بدا بيه اللي هو بعد الصلاه مباشره قراءه الفاتحه وقراءه ايه الكرسي والمعوذتين وكل هو الله احد الصمدين. هل على ما سمعت من حديث ان من يقرا دول بيكون بينه وبين الجنه ليس به حجاب؟ طب لكن قريت الحديث برضو مرة تانية ان قراءة آية الكرسي لازم تكون مكتوبة، المقصود بها ايه؟ ان انا افتح المصحف واقراها ولا اكتبها ولا ايه؟ انا مش فاهمة. حاضر، اشكر حضرتك على الاسئلة الجميلة، شكرا جزيلا يا فندم. الست روحية اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت، فيه حديث للرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ما معناها، انا مش حافظاه. بيقول ما معناه ان ادخلوا في الدين بالراحة، فما يشد الدين احد الا غلبه. مزبوط. يعني فانا عايزة فضيلة الشيخ يفصل لنا الحديث ده. حاضر. هل الوصية فرض ام سنة؟ في سورة النساء من بعد وصية يوصى بها او دي. والسؤال الثالث، هل يجوز ان انا اجلس مع زوج بنتي بشعري وبنص كم؟ حاضر، اشكرك يا فندم. مولانا الاستاذ امير بقى واخوه، ربنا طبعا يصبر قلبهم. افضل صدقه جاريه ايه؟ يطلع اهله عمره، اخوه يعني يطلعوا من ماله عمره، من مال المطاف عمره، ولا يحط فلوس البنك ويطلع ريع يدوها للايتام والفقراء؟ من الناحيه الشرعيه الفلوس دي بقت ملك الاب والام، هم يعملوا فيها اللي هم عايزينه، يعني لابد ان نستشير الاب والام. من ناحيه النصيحه، يعني الفلوس دي بتاعت الأب والأم، خلاص مات رجل وترك أبا وأما، ما تركش حد له متجوز ولا مخلف ولا كذا إلى آخره، يبقى الأب هياخد التلتين والأم هتاخد التلت المبلغ اللي سابه. جينا الراجل ومراته قال لا احنا عايزين نعمل حاجة للولد وربنا يبعت له الثواب بتاعها، فإحنا هنحطها ونخلي في حساب استثماري خيري، والحساب الاستثماري خيري العايدة بتاعته تروح لجهات الخير، كتر خيره، حلو، والنصيحة بذلك، لأنه كل ما كان فيه الفعل قاصر على الإنسان زي الصلاة زي الحج زي العمرة زي الصيام أفضل منه هو المتعدي للناس، إن أنا أسدد الديون، إن أنا أعالج المريض، إن أنا أقف مع الطلاب، إن أنا أنشر العلم، الحاجة المتعدية أسوأ من دي، ليها ثواب ودي ليها ثواب. إذن نمرة واحد، القرار هيبقى بإيد الأب والأم، شوف ربنا هيلهمهم بإيه. نمرة اتنين، النصيحة إنه يبقى في حاجة متعدية. صحيح. تبقى أحسن. صحيح. من قضية الخير والعمل الصالح القاصر هينتهي بأداء العمرة بس على على الإنسان. صحيح. البكاء عليه بقى تبكي، ما إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك إبراهيم لا محزن. البكاء يعني علامة رقة القلوب. طيب الأستاذة رضا بتجمع الظهر والعصر عشان ظروف الشغل وبتصليهم مع المغرب،
تنهي التسبيح وتختم الصلاة بعد المغرب ولا بعد بعد ما تخلص بعد المغرب؟ اه ما تفصلش، ما تفصلش بين الظهر والعصر. تمام. بشيء من هذا. تمام. وبعدين هي قرأت ان قراءة الكرسي، آية الكرسي مكتوبة. كان مشايخنا زمان يقولون انه مشايخ الذكر والطريق وكذا الى اخره كانوا يحبوا ان احنا نقرأ الاذكار مكتوبة. ليه؟ علشان العين تتعبد، وعلشان الفم يتعبد، وعلشان الأذن تتعبد وهكذا. طب افرض قريتها من حفظي، ماشي ما يجراش حاجة، دي عملية ايه زي ايه يعني هل لازم افتح المصحف واقرأ؟ ما هو بس هو كان بيطلب زيادة الثواب فقط لا غير، مش الصحة. صحيح. مش انه ما ينفعش ان احنا نقرأ آية الكرسي من حفظنا، لا ينفع وكل حاجة وليها ثواب، بس هو اللي انت قريتيه كنت بيتكلم على ان انا ما اقراهاش في سر، اقراها بصوت عالي من المصحف، يبقى عملت نظرا ولسانا وسمعا، ويبقى تبقى كله دي ايه، هنا عشرة وهنا عشرة وهنا عشرة، يبقى كل حرف لا. ليه 30 طبعا. مش ليه 10 بس. فدي حاجات لإيه يعني في كيفية التعامل مع الله سبحانه وتعالى وتكثير الحسنات فقط، وليس لها علاقة بالصحة. صح طبعا انك تقريها من غير مصحف ولا من غير ان تكون مكتوبة ولا حاجة، بس الكلمة دي موجودة، موجودة عند مشايخ الطريق، اللي هو يقول لك ويستحسن ان تكون الأذكار مكتوبة. لا وأنه يقرأها أحسن. نعم. علشان إيه؟ عشان عينه برضو إيه؟ أكيد. تعمل تعمل كده. طب أنا حافظها. لا ما يجراش حاجة. طيب الأستاذة روحية؟ الأستاذة روحية الحديث بيقول إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. النص بتاعه اللي هي عايزاه كده، إن هذا الدين متين قوي فبلاش الصدر المفتوح ده، فأوغل فيه برفق عشان ما يبقاش داعش ولن يشاد. لا خلي بالك، مش هو ده داعش. داعش ما دخلوش في الدين اصلا، ده اساسا داعش دول قلالات دين، ده ما عندهمش لا دين ولا دخلوا في الدين ولا اي حاجه. ده داعش دول فسروا الدين تفسير الهوى، وخالفوا المحجات البيضاء التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ما يبقاش داعش، ده هو الشخص اللي هو هيعتزل الدنيا ويروح في المسجد ولا ليه دعوه بالناس ولا ليه دعوه بكذا الى اخره. فبيقول له لا، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد، الدين هنا مفعول به، الدين أحد إلا غلبه. واخد بالك؟ أوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني أنا معايا جمل وماشي في الصحراء وعايز أمشي بسرعة، فرحت مسرع بيه مسرع بيه لغايه ما موت الجمل. بعد 100 كيلو المسافه 200 من هنا للاسكندريه، الجمل مات وبريكت انا جنبيه، بقى الجمل مات، لا 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 لا, لا وصلت اسكندريه ولا ابقيت على الجمل. على الجمل. صحيح. فاذا يا اخوانا ليس هكذا يا سعد تورد الابل. يعني ما هو سعد راح ياخد الابل علشان يسقيها عطشانه، فراح مغرقها وخلاها تشرق ماتت. فقالوا له مش دي طريقة، ما هيش تمام. اللي هي الحكماء بتوعنا العوام يقول لك جه يكحلها عماها، جه يكحلها بالمرود، راح خرمها عمل عين. فدي كلها بتؤدي إلى أنه في ليس بحسن النوايا تبنى الأمم، لازم الأمر يتم بالترتيب السنني الإلهي الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. فلن يشد الدين أحد إلا غلبه. هل الوصية فرض أو سنة؟ من ناحية إنشائها هي سنة، من ناحية إنشائها، يعني أنا أكتب وصية ولا ما أكتبش؟ السنة أنك تكتب وصية. طيب مت أنا بقى، اللي بعدية فرض عليهم ينفذوها ولا لا؟ من ناحية تنفيذها بقى، يبقى في من ناحية إنشائها ومن ناحية تنفيذها، من ناحية تنفيذها فرض.
يبقى إذن مش فرض علي أن أنا أكتب وصية، ده سنة، لكن فرض علينا أن احنا نطبق الوصايا التي تركها لنا من انتقل، ده فرض. عندما تكون الوصية من حقي، احنا لسه مجاوبين على الست اللي بتقول الشقة دي ما تعملوش وهي مش بتاعتها، مظبوط، التخيرية ده ما فيهاش، ما هيش حقها، واخد بالك، او انه هو يوصي بقطعة رحم فلان الفلاني، ما يحضرليش، ما تدفنونيش في الحتة الفلانية، ادفنوني في الحتة العلانية. كل دي وصايا لا تطبق لانها قد تكون فيها صعوبة او فيها مخالفة للشرع. لكن لو قال التلت ده او الربع ده لفلان او علان او تركان امن الدهوله فرضا من بعد وصية من يوصينا بها او داين. لكن اذا نقول ان الوصية انشاءها سنة وتنفيذها فرض، الا اذا كانت، الا اذا طبعا الوصية السليمة، الوصية السليمة طبعا، الوصية السليمة. بنيجي هنا بقى لما علماء المسلمين اجتمعوا بعد مشاكل كتيرة فيها في مصر، ومفكرين المصريين والعلماء المصريين جاله قالوا الله، طب ده في حاجة اسمها الوصية الواجبة. الوصية الواجبة دي معناها ايه؟ الحاكم القاضي، يعني الحاكم هنا يعني القاضي، مش الحاكم يعني رئيس الجمهورية، لا، الحاكم اللي هو القاضي، فضيلة القاضي، حضرة القاضي، لازم يدي أحفاد المتوفى من ابنه أو بنته اللي ماتوا في حياته وصية كان ينبغي أن يفعلها، كان يجب عليه أنه كان ينبغي أنه يعملها، كان يجب عليه اجتماعيا أنه يعملها، ويدي الأحفاد حاجة. ما عطاش، قالوا يبقى ياخدوا وصية نصيب أبوهم أو التلت أيهما أقل. يبقى هنا مين اللي أوجبها؟ المجتمع. المجتمع، نعم. ها؟ أوجبها على من لم يختشي على نفسه. طب افرض أنا اختشيت على نفسي خلص. وكتبت لأبناء ابني أو بنتي اللي توفي في حياتي، خلاص يبقى ما فيش وصية واجبة. ما هو مكتوبة هي، لكن لو لم تكتب فتكون وصية واجبة بحكم القاضي، بحكم المجتمع. واخد بالك، بحكم حكم الحاكم يرفع الخلاف ما بين الناس. مظبوط. ويقول لي ده مش ميراث، اما هو مش ميراث، بس ده تكليف اجتماعي صحيح جاي من قبل الشرع. نعم. يعني استعملنا الشرع في حل المشكلات الاجتماعية. طيب بيقول هل اطلع شعري او اقعد بنص كم؟ طبعا ده ابنك. على فكرة لو انه سبب بنتك ما يجوز انه يتجوزك. واخد بالك، زوج البنت ده ابنها خلاص، يعني هي امه. بمعنى ايه؟ البنت دي ما بقتش موجوده، لا قدر الله بنت ماتت، لا قدر الله بنت اتطلقت، هو ما يعرفش يتجوز امها دي، ما يتجوزش حماته، لان حماته دي امه، خلاص انتهى الأب ابدا. ابدا يعني ايه؟ يعني البنت عايشه ولا ميته، متطلقه، متجوزه، معموله كذا الى اخره، هو اصلا لا يجوز له بعد بعد انتهاء العلاقه مع الابنه بعد كتب الكتاب. بالظبط. بعد كتب الكتاب، كتب الكتاب بس. خلاص انه يتجوز امها ابدا ابدا، خلاص ابدا، يعني خلاص امه. واخد بالك ازاي؟ فيسافر معاها، ده محرم ليها. يسافر معاها ويشوفها بابنها. مش محرم مؤقت زي مساله اختها؟ لا يعني هو بالنسبه لاختها قضية محرمية مؤقتة، ولذلك تتغطى قدامه. صحيح. لكن بالنسبة لأمها دي محرمية مؤبدة. محرمية مؤبدة. واخد بالك؟ فما تتغطاش قدامه. نعم مولانا. بارك الله. لأنها أمه. خلاص أمه، انتهى الأمر. صحيح. طب وده الشرع عمله ليه؟ عشان يحسس الأولاد دول إنه دي أمك. خلاص انتهى الأمر. على فكرة مش هتعرف تتجوزها، فما يرغبش فيها، ما يفكرش فيها، ما يأملش. انه ده يحصل زي الانسان مع امه. خلاص صحيح. والام دي هي ام صحيح. خلاص يدخل عليها كيف شاء، يبوس فوق ايديها، يسلم معاها كده. نعم. يعني مفيش معاه. بارك الله فيكم مولانا، ربنا يبارك في حضرتك. نخرج لفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله هنرجع نشوف بقى اسئلتكم على الاس ام اس، خليكم معانا.
اهلا بحضراتكم مره اخرى، ونعود الى اسئلتكم بقى على الاس ام اس رقم اخره 03. بيقول او بتقول: من 35 سنه رايت مسجد صغير جدا مسمى باسمي، مش فاكره او مش فاكره، هل قلت نادر عليا لو اصبح عندي مال لبناء جامع، او قلت يا رب ارزقني لبناء جامع صغير مثله، وانا الان عندي مبلغ يصلح لبناء جامع فقط وليس شراء ارض، الارض التي سيبنى عليها، وانا عندي 65 سنه، هل اتبرع للمحتاجين افضل واحتفظ بباقي فلوسي لان ممكن احتاجهم في المستقبل، واصوم 3 ايام كفاره؟ هو مفيش اصلا كفاره، لانه ربنا ما رزقهاش اللي تبني بيه مسجد، لان جزء من بناء المسجد هو تمام الارض. مظبوط. ولذلك هي اصلا خارج النذر ده، ولذلك ما عليهاش حاجه. نعم. وتعمل بالمال ما تشاء. نعم. رقم اخر 61 بيسال: انا اعمل موظف بالضرائب العقاريه، فهل يجوز شرعا ان انتقل الى الضرائب العامه؟ يجوز. يجوز. اصل بعض النابته بيقول لك الضرائب ده ماكس، والماكس ده صاحب المكس اشد من صاحب الربا، وبيقعدوا يلخبطوا لانهم ما عندهمش اي فكره للواقع ولا دراسته، ولا ان ده نوع من انواع موارد الدوله الحديثه الماليه العامه متلخبطه في مخهم. فهو بيسال لان هو سمع في المسجد واد من النابته بيقول الكلام الفاضي ده. طيب رقم اخره 08 بيقول: كيف توزع اموال التامينات من خارجه وخلافه على الورثه؟ انا مش فاهم السؤال الحقيقه، مش عارف قصده ايه. صندوق التامينات والمعاشات ملوش دعوه بالورثه. التامينات والمعاشات ده ليه نظام خاص مبني على فكره التبرع. صندوق الزماله اللي بيبقى موجود في المؤسسات والشركات، انا بتبرع له من راتبي الشهري كل شهر بمبلغ معين بيخصموه متفق عليه 100 جنيه. لا. انا بقبض منهم كذا، فبدفع منهم 100 جنيه لله. بيعمل ايه صندوق الزماله ده او اللي هو التامينات او المعاشات؟ هي نفس الفكره، ان العلاقه بيني وبين هذا الصندوق تبرع. بيديها لصفات معينه بيتبرع ليها عند الوفاه، عند الاحاله على المعاش، عند نزول المحن والاحن، عند المكلفات زي بجوز بنتي، زي مش عارف طلعت كذا الحج، زي نفس الشخص المنسوب ده بيتجوز فعايز شوية يعني زقة كده. ده هو صندوق الصناديق بتاع التأمينات وبتاع المعاشات وبتاع الزمالة وبتاع النقابات. كل دي الفكرة فيها ان انا لما عطيت الفلوس ليه تبرعت بيها، ولما هو عطى للمستحقين تبرع، هو نفس الصندوق متبرع. صحيح. فالشخص مات، الفلوس بقى دي اللي هتوصل، توصل لمين؟ توصل للشخص اللي هو اقترحه، قال ادوها لمراتي لان ده وراها عيال كتير ولسه بتربي وهي ماسكه الاسره، تروح لمراته. ليه ما تروحش لاخواته؟ ليه وتروح لجاه؟ لانها مش ميراث، ده تبرع. تبرع يتبرع به الصندوق لمن يشاء. طب وجاب المشيئة هنا من الشخص نفسه اللي كان موجود اقتراحه كده. طب افرض الصندوق يعني ايه الراجل ده الشخص اللي هو المستفيد قبل ما يموت قال خلوه على الميراث الشرعي، يخلوه على الميراث الشرعي. طب خلوها على الميراث الشرعي، يبقى انا بقيس على الشرع، بس مش الشرع امرني ان دي تركه، لا ده انا بقيس على الشرع، فبدي للزوجه التمن، وبدي للاخت النصف، وبدي للبنت مش عارف كام، وهكذا حسب التقسيمه. فانا روحت مريح دماغي وقايل ايه دول كالميراث الشرعي، او اقول انه اديها لاخويا بس، اديها لامي بس، اديها لزوجتي بس، اديها لابني بس، يحق له هذا. لماذا؟ لأنها ليست تركة، بل هي تبرع من الصندوق إلى الآخرين. عملية واضحة جدا عند التكييف الصحيح. لكن هتقول بقى أن دي معاوضة، وبعدين واحد يجي يقول لك ده حرام. ليه؟ قال لأنه خصموا مني 50,000 وعطوني 20 بس، خصموا مني 20 وعطوني 50 يبقى ريبة،
الكلام ده كله ده كلام غلط. ليه؟ لأن التكييف للمسألة غلط. الصحيح فيها هو أن العلاقة بين الممول وبين الصندوق تبرع، وبين الصندوق وبين المستفيد تبرع. ولذلك ما دام في تبرع يبقى سليمة 100%. نعم. ويفعل ما يشاء وما لهاش علاقة بالميراث. نعم. بارك الله فيكم. يعني طيب، رقم آخر 56 بيقول: أنا كان معايا مبلغ من المال في البنك، كان معاها مبلغ من المال في البنك، زوجها وضعه ليها لكي تصرف منه، وكانت بتطلع منه زكاة 2.5% لفترة طويلة. حدثت مشكلة مادية كبيرة معاها، فسألت فقالوا لها طلعي 10% من الأرباح. عملت ده برضو لفترة لكن بسيطة. الآن بتقول: أنا شبه منفصلة عن زوجي ومديونة، فاضطريت أخد من فلوس الزكاة مبلغ لأن الأرباح مش بتكفيني أصرف وسدد الديون، ماذا أفعل؟ مدام فيه مبلغ بيجيب إيراد فدي اسمها من المستثمرات، ويبقى عليها هذا المبلغ. تمسك كراسة ولا أجندة ولا دفتر، نعم، وتسجل الحاجات اللي عليها، ثم بعد ذلك تقوم بسددها عندما يتسع الحال. نعم نعم. طيب 47 بتقول: كيف أكفر علمت ابني من أموال قرض من البنك، لأني موظفة وربيت ابني لوحدي وأبوه لا يصرف عليه، وأنا حاليا أسدد قسط البنك، هل هذا ربا وعلي ذنب وكيف أكفر عنه؟ لا، والذنب ما هوش عليها، ده هي خدت الفلوس. ده لو كان فيها ذنب أصلا، لأنه برضو دي هنقعد ندرس فيها وكذا إلى آخره بالنسبة لهذا التمويل. لو كان فيها ذنب هيبقى على الآخذ مش مش المستعمل. يعني هي خدت 100,000، ال100,000 دي هي ما في مش ربا. ال100,000 دي خدتهم واستعملتهم وبعدين دفعتهم 110، فالعشرة دول طلعوا منها. طلعوا منها، هي ما خدتهمش. يعني هي لا تظلمون ولا تظلمون، هي اتظلمت. واخد بالك ازاي؟ اذا قلنا، اذا مشينا مع برضو الفكر اللي لانها قالت ده قرض وده كذا وده كذا، فاذا ابنها ما ترباش من حرام ولا حاجة، ده هي بقى سددت الفلوس اللي خدتها وزيادة. وزيادة كمان يعني. ففين بقى الحرام اللي دخل حرام عندها؟ اصلا بيقولوا التعامل ده تو واي، يعني حرام ربا. حتى لو كان كذلك مفيش قرش حرام دخل على الولد. ال100,000 اللي خدتها ما هوش حرام اصلا، ال100,000 فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فاصلا ال100,000 اللي هي خدتها ماش حرام. الحرام اذا كان في حرام هيبقى العشرة الزيادة. العشرة الزيادة صح، اللي هي تسددت من برا ال100,000 ده خرجت مني مش دخلت عليا، اللي هي من برا ال100,000. فالولد كده تمام. مولانا بارك الله فيكم، شكرا لك، متشكر جدا لحضرتك. شكرا، ربنا يحفظك يا مولانا، وشكرا موصول لحضراتكم، ونشوفكم ان شاء الله بألف خير يوم السبت. الى اللقاء.